أخبار اليوم. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي لنا مطالعين وراه يا رب. مطالعين وراه عمرهم ما هيعملوا حاجة وحشة. عمرهم ما هيعملوا حاجة وحشة تاني. حضرتك برضه يعني انت عايزه ايه من النائب الجديد؟ هل تقولي لي محتاجه ايه واسمه ايه؟ هقول له اللي ولاد بلدي هيعملوا لي اللي انا عايزاه. اللي انا عايزاه يعملوا لي كله. تطلبي ايه لو مش عايزه حاجه جنبي حلوني وخلاص. نفسي الاسعار تبقى حلوه ونفسي الناس تبقى حلوه ونفسي اللي معاهم عيال دي اطفال المدرسين يعني يعمل لهم شويه يرحموهم شويه ادي اللي نفسي فيه بقى عشان الرئيس بتاعنا حلو وهو يبقى حلو لا مش معقوله يبقى حلو. اقول له كل سنه هو طيب عيد ميلاده مع عيد ميلاد ابني كل سنه هو طيب وبتاعها وكلام ونجيه منكم من جميع اللي يأتي ودعوه حلوه لمصر ربنا ينصرها على جميع الدنيا بحال ربنا ينصرها على جميع البلاد حق جاي النبي واهل بيت يا رب يصلح مصر يا